انا هحييك لسؤالي، لكن انا في نفس موضوع التنشيط او المساعدات اللي بدوها، يعني ده ممكن نمثله زي الشخص اللي بيجي بالتهاب عادي ونقوم نديه كميه من المضادات الحيويه الكبيره جدا جدا عشان ما يخف عليه بسرعه، نفس الحكايه ممكن نمثلها. دكتور اسامه تفضل. طيب قد اختلف الى حد ما مع كثير من الناس. اولا تفضل دكتور سلمان بالحديث عن العمل الاولي في التقصي لسبب تاخر الحمل. يعني انا عندي اربع مكونات لآليات لحدوث حمل، عايز سائل منوي بخصائص معينه، عايز تبويض منتظم، عايز انبوب فاتح وسليم، وعايز مكان ينمو فيه هذا الجنين. تمام. طيب عملت الفحوصات الاوليه بتاعتي من خلال اي عياده، اي دكتور بتاع امراض نساء جنبك، في اي اشكال في الانبوبه نحن بنتكلم عن علاج لا يمكن توفره على مستوى العياده، يبقى يتطلب طوال تحويل العيانه دي الى مركز متخصص. ليه ما نديها منشطات كده؟ انا داير موضوع التنشيط. انا برجع لك لموضوع التنشيط. ما احنا انا عشان قلت لك زي ما يحصل حمل الزوج في العلاقه الزوجيه بيتم قصف الحيوانات المنويه داخل المهبل، بتمشي الحيوانات المنويه دي اذا كان خصائصها جيده الى داخل الرحم ثم الى داخل الانبوب. اذا صادف الكلام ده ايام التبويض بتطلع البيضه من المبيض بتدخل في الانبوب، بيتم اللقاء بين الحيوان المنوي والبويضه في الثلث الاخير من الانبوب. يتم الإخصاء في الثلث الأخير من الأنبوبة، بعد كده تنتقل البيضة عبر الأنبوبة، عبر وظيفة الأنبوبة، كويس؟ في مشوار بياخذ ما حوالي الخمس يوم، كويس؟ لحد ما تصل البويضة المخصبة إلى داخل تجويف الرحم ويحصل الإنغراس. يبقى إذا عندي مشكلة في الأنبوبة، لو طلعت مليار بيضة ما حيحصل حمل يا دكتور وليد. نعم. كويس؟ ما هو ده المكان اللي حيتلاقوا فيه. الحيوان المنوي جاي من الباب ده، البيضة جاية من الباب ده، قفلنا السكة دي بحيطة، يبقى ما حيتم لقاء. يبقى انا اديت اذا ما اتاكدت من انه الانبوب ده سليم بصرف النظر عن انه اختلفنا او اتفقنا في انه نحن ندي تنشيط، المفروض ندي تنشيط ولا ما ندي تنشيط. الانبوب ده انا ما اتاكدت من انه سليم، يبقى من 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 عدم الحكمه انه انا ادي منشط. يبقى فحص اساسي، فحص اساسي انك تعرف انه الانبوب ده فاتح ولا مقفول. بالضبط. انا ارجع لك يا دكتور سليمان. ام محمود السلام عليكم. الو. وعليكم. الو. عشان يرفع علينا الصوت شوية. أم محمود تفضلي. يا دكتور كيف الأحوال؟ إن شاء الله كويسين. أنا أم محمود. ربنا يخلي لك محمود يا أم محمود تفضلي. لك يا دكتور يا راوي. عشان أنا ما قادر أسمع كويس. والله يا دكتور أنا طبعا والد. عشان ما قدرت اتواصل مع ام محمود، اسمعوا لنا السؤال ووروني السؤال عبر هنا، وروني ليه هو عشان نقدر نطرحه لك. ام محمود انا بعتذر جدا، والله انا ما قادر اسمعك فبعتذر جدا. طيب دكتور سليمان نرجع لنفس النقطه، دكتور اسامه يعني اشار لنقطه مهمه جدا، فحص اساسي لاي سيده لم تنجب انه نشوف الانبوب ده فاتح ولا ما فاتح. بزبط. قبل ما نبدا ساي ندي حبوب بتاع التنشيط وده مهم خالص. ليه ما في بروتوكول يوضح لكل الناس الموجودين؟ انت ما الليله نحن ما بنتكلم عن انه كل بقاع السودان موجود فيها اخصائي بتاع نساء وتوليد، وهنالك الكثير من السيدات يعانوا انه والله يا اخي انا ما حملت، تقوم تركب تيجي الخرطوم، ولا ممكن في محل هذا يكون في بروتوكول ثابت لكل الناس الموجودين على اساس ان احنا نمشي بواحد اثنين ثلاثه. شوف الفحوصات الاساسيه بتاعت العظم دي اي اخصائي بتاع نساء، بل ممكن يعني اي نائب او اي خريج بتاع كليه بتاع الطب بتاع امتياز بتاع عارف الثلاثه فحوصات الاساسيه بيعملوها ليه؟ يبقى البروتوكول موجود. كويس؟ دي ستيبس كل الناس بتمشي. كويس؟ بعد ده بيبقى انه من حاد عن البروتوكول هو ده مثلا ممكن يكون يعني بتحصل منه بعد ذاك المشاكل الحكايه دي. في نقطه ثانيه مهمه جدا فنحن دارين ننبه لها، يعني دائما الستات بتلقى بيحصل كالاتي. بتلقى مثلا مشت لدكتور وبدات تاخذ علاجات، عملت تحاليل مثلا ما نفعت الحكايه دي، بتلقاها يعني بتقوم بتنطط من حته لحته لحته، لما هي ترسى على انها تجي في مركز بتاع خصوبه بتكون خلاص يعني. هي لكن ما هي معلش السؤال برضه لدكتور اسامه، ما هي لفه اللفه الطويله دي، ما يا اخواننا
يعني حلم الأمومة ده حلم يراود الكثيرات. دقيقة خليني أتم كلامي عشان أديك فرصة تجاوب. حلم يراود الكثيرات عشان إحنا ما دائما نعيب على السيدات إنه والله هم بلفوا. ما هو ليه لا؟ لو أنتوا بتقعدوا معاهم بتدون الزمن الكامل عشان ما هي تفهم بالضبط إن عندها واحد اثنين ثلاثة بطريقة مبسطة وإنه الكلام ده بياخد من كده لكده ما أظنها تنطط من حتة لحتة تانية. حسمع تعليقكم بس أسمع تلفون. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم يا دكتور. مرحب بك مرحب بك يا سيدي. هالة هالة من الحاجوت. مرحب بك يا هالة تفضلي. دكتور أنا متزوجة لي 4 سنة. نعم. يا هالة عملت لي عملية ما أقدر أزوج ثاني من صاحب الدخل. عمول لك عمليتين بتاعت نظافة. أنت حصل لك إجهاض مرتين يا هالة؟ حصل لي إجهاض مرتين. أول كان شهرين إذا عملت لي عملية نظافة. نعم. ثاني بعد 3 شهور 4 شهور و5 يوم ثاني برضو أتشفى. نعم. بعد ثاني برضو عملت لي عملية نظافة. نعم. بدأت علاج ومشيطات وكده على الناس. هل اتعملت التحاليل النحاسية نقولها؟ يا هالة؟ نعم. طيب انت عملوا لك مجموعة بتاع التحاليل عشان يشوفوا المشكلة شنو ولا ما عملت فحوصات؟ عملوا لي كل التحاليل، بتاعت الهرمونات والسائل المنوي. قالوا لي نظيف. قالوا لك ما عندك حاجة. طيب كان عندك حاجة يسمع دا الغطس وحصبة ألمانية لكن انتهت بدون علاج. طيب ابدا ده ما ممكن يكون سبب يا حته دي. تفضل. طيب في حاجه انا بزار اقولها. طبعا هي حاسه سيدي بتتكلم عن مش موضوع بتاع الخصوبه، بتتكلم عن بيقول على الاجهاضات المتكرره او فقد الحمل في عمر صغير ومتكرر. ف ده دائما عنده اسباب معينه. هي ممكن تكون اول حاجه يا اخوانا ده الغطط ما بيعمل لنا يعني عدم قدره على الانجاب. ده الغطط ما بيعمل لنا اجهاضات بتاعت حمل متكرره. ده الغطط زيه زي اي التهاب ممكن يجي في الجسم بيجيك مره واحده. فما ممكن كل حمل يقوم يجيك ده غطط، كل ما يجيك حمل يجيك ده غطط. الكلام ده ما ما ما, ما مظبوط. مين كان في كثير من بنسمعه كثير يعني من الناس. طيب الحزب الالماني كويس ده نوع من الحزب وده برضه ممكن يجي للبني ادم مره واحده في حياته بيكتسب منه مناعه لمده حياته كلها وخلاص ثاني ما بيجيك مع حمل. ممكن هو يكون سبب الاجهاض لكن بيكون سبب الاجهاض مره واحده. الحاجات دائما نحن بنتكلم عنها في حاجه اسمها اجسام مضاده. دي حاجه مهمه جدا جدا اللي هي زي 3 اجسام مضاده. دي لازم نعمل لها تحليل ل بيقولوا على الاجهاضات المتكرره. دي لازم تتعمل. الحاجه الثانيه بتراجع المستوى بتاع الهرمونات في الجسم. دي واحده من الاسباب المهمه خالص خالص. و دي الحاجات اللي نحن بالنسبه لنا هي ممكن تكون سبب للاجهاضات المتكرر. طيب هو ده بقى يعني هلا انا اديك كريت تيجي تقابلي اخونا دكتور سليمان جدا لانه هو يمكن هي 4 سنوات واجهضت. احنا بنتكلم عن الـ عن الـ عن السيده التي لم تنجب. ايوه بالضبط. هي بتبحث عن الانجاب لكن حصل لها اجهاض. ده موضوع مختلف. نديك كريت يا هاله تعليلين ان شاء الله. دكتور اسامه تعلق تفضل. طيب بس في حته الصوت ما كان واضح يا هاله. اولا اخر اجهاض كان 200. الحاجة اللي عايز أقولها ليكي وأطمنك عليها إنه أولاً إجهاضين نحن ما بنحسبهم في 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 ما بناخدهم في الخانة بتاعت الإجهاض المتكرر. لما نعرف تعريف علمي للإجهاض المتكرر هو حدوث إجهاض 3 مرات متتالية ما بيناتهم حمل مكتمل. فلحد ما لا قدر الله إذا ما كانوا 3 ورا بعض يبقى أنا ما محتاج أفتش. لانه حتى في الحمل الرابع بعد 3 اجهاضات تقريبا 70% من السيدات ديل بيتم حملهم الى الولاده بحيث يتم التندر لوفلي كير. يعني ازيك يا مدام والله امورنا تمام ما شاء الله النبض كويس وهكذا بدون ما ندي حتى حبايه بتاعت اسبرين. كويس. يبقى انت حتى في الخانه دي انت ما موجوده يعني انت ما بتعاني من اجهاض متكرر مبدئيا اذا كان عندنا اجهاضين بس. طيب السؤال المهم والجوهري في في في, في حالتك اخر حمل كان 200 عشان هل نحن ذاته بعدها نقول في تاخر بتاع حمل ولا لا. كويس. انت قلت السائل المنوي كان كويس التبويض كويس ما كان في كلام عن الانبوبه. وواحده من الاسباب الرئيسيه لانسداد الانابيب
هو الالتهابات، والالتهابات واحده من الاسباب الشائعه عليها او المحفزات الشائعه عليها او الحاجات اللي بتؤدي ليها هي الاشاضات وتوابع ما توابع حتى عمليه السحر. استنيحكم عذرا، نطلع فاصل ثم نعود، خليكم معنا. مرحبا بكم مرة ثانية، ومرحبا بكل السادة الذين انضموا لمتابعتنا، ويمكن متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على رقم البرنامج اللي حيظهر قدامكم على الشاشة، نزعت كثيرا بأسئلتكم واستفساراتكم. طيب يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أنه يعني أنا لسه في موضوع التنشيط. دكتور أسامة، موضوع التنشيط رجعنا له ثاني، وحكاية أنه السيدة تأخذ يعني منشطات لفترة يمكن تتجاوز السنة. ليه مدى ممكن يكون ذاته هو مدير؟ انت قبل تكلمت عن انه والله يا اخواننا انبوب مقفول، تعالي تنشط ما تنشط ما في. بالضبط كده. طيب الحقيقه دي نقطه اشكرك جدا دكتور وليد عليه صارت. اولا زي ما تفضل اخونا دكتور سليمان قبيل، دائما بنحب وانا عدت الكلام ده سينك في الحلقه دي، في اشياء رئيسيه ممكن تتعامل على مستوى البرايمري هيلث كير سنتر، على مستوى المركز الصحي، على مستوى الطبيب العمومي، على مستوى طبيب امراض النساء. كويس يا اخي، بليز على اقل تقدير تاكد انه الانبوب ده فاتح ولا لا، وده ما صعب اذا كان نحن الفحص البسيط الاولي انه تتعامل حاجه اسمها الصوره ملونه للانابيب، عايزه مكان بتاع اشعه، رسل الست دي عشان يتعامل لها صوره حتى لو للأمر. كان عندها ولاده قبل كده كويس. حتى اذا كان عندها ولاده طالما تاخر الحمل، لانه اي عضو في جسم الانسان ده قابل لانه يحصل له عوار، يحصل له اعتلال، يحصل له اي حاجه. نعم كويس. فشوف الانبوبه يا اخي، وبما تكلمنا عن الانبوبه شوف السائل المنوي بتاع الزوج، لانه يمكن لزوج انجب 10 اطفال انه يجي في لحظه من اللحظات يجيه اعتلال لما ويكون عنده خلل يتدرج في مقدار هذا الخلل في خصائص السائل المنوي. يعني ممكن زول يكون عنده الليله اطفال وانجب اطفال، يوم يجيه التهاب في الخصيه، التهاب في الحبل المنوي. كويس، يحصل انسداد، يبقى عنده زيرو حيوانات منويه في السائل المنوي. ما في. كويس. وبالتالي ديل اهم حاجتين يا اخي، تاكد انه اول حاجه السيده دي من خلال العمر، سيبك من الموجات الصوتية، سيبك من فحص الهرمونات إذا أنت ما عندك متوفر. في حاجتين رئيسيتين يتأكد منه الدورة، السيد تدي دورتها منتظمة. تمام، ده دورتها منتظمة دي إجابة لسؤال واضح المعالم، مع إنه الست دي عندها تبويض منتظم ولا لا، لأنه الدورة دي مراية للتبويض. تمام، في تبويض في دورة، ما في تبويض ما في دورة، في تبويض منتظم دورة منتظمة، يبقى يتأكدنا إنه الدورة منتظمة معناها التبويض منتظم. تمام. شوف الأنبوبة يا أخي وشوف السائل المنوي. الأنبوبة مقفولة، الست دي طوال تمشي محل بتاع خصوب، ما في طريقة تعمل، ما في أي حاجة تتعامل عليها، بتفتح الأنبوبة دي ما في، ما بتتفتح. قالوا العلاج طبيعي، حاجات كثيرة جدا. عشان نثبت حاجة كل الناس اللي بيشاهدونا، أنبوبة مقفولة ما بتفتح. أثبت حاجة عن الموضوع بتاع الأنبوبة مقفولة. أي ست عملت صورة قال لها الأنبوبة مقفولة، كويس، الانبوبه دي ممكن تتقفل بالصوره بتاعت الاشعه العاديه دي، لانه الصوره دي يا اخوانا مؤلمه، والانبوبه دي زاد فيها عضلات، ممكن يحصل فيها انقباضات اثناء التصوير بتاع الاشعه، بتدينا فولس بوزيتيف، يعني بتدينا نتيجه ما صحيحه. دي بعدين لما نجي نعمل للوحده منظار بطني ولا كده بنقدر نعرف انه انبوبه مقفوله ولا مسدود. فعليه اذا واحده انابيبها ظهرت في الصوره بتاعت الاشعه مقفوله ورسلوها مشهد عملت علاج طبيعي وحصل لها حمل بعد كده، 100% انابيبها دي كانت فاتحه قبل ما تعمل الجلسات بتاعت العلاج الطبيعي، وده كان عباره عن تقلص في العضلات. طيب اسمع، والكلام ده مثبت بابحاث علميه، يعني مش كلام. لو سمحت لي اسمع تلفون ماجده من النيل الابيض. ماجده، مرحبا، عليكم السلام. مرحبا بك يا ماجده. انا متزوجه 4 سنين وقايسه الحمل. ما قادرين نسمع، معلش يا ماجده خليه يصلحوا لنا التليفون، الصوت ما قادر اسمع كويس، انا في مشكله في الصوت. قول ماجد تفضلي، نحاول نسمع. قلت لك عندها انا ما حصل انجاب. انت عمري كم سنه؟ استاذه ماجد، دكتور سليمان بيسالك عمري كم سنه؟ 33. 3 كم؟ حيو كم و30 انت؟ كويس. تمام. طيب. طيب الدورة منتظمة يا مدام؟ نعم، في عزيزة في الفترة.
طيب عملت شنو من الفحوصات في الاربع سنوات ديل؟ اكيد مشيت لدكاتره كتار او قابلت دكاتره. طيب طيب عملوا لك فحص الصوره الملونه للانابيب او منظار تاكدوا من الانبوبه؟ طيب معلش معلش ما 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 قادر اسمع كويس معلش حاولوا صلحوا لنا الصوت ده يا اخواننا حاصل شنو؟ طيب ما تدخلونا تليفوني يا اخواننا لحد ما صلحوا لنا الصوت بليز. طيب نرجع تاني لنفس نفس الجزئيه، منو السيدات اللي بيحتاجوا لمساعده في موضوع الخصوبه عشان ما يجوكم انتوا انه محتاجين لمساعده في التخصيب؟ طيب. يمكن بديتوا واحده قلتوا الناس السيدات الحاصل لهم قفل تام في الانبوبين، ما انبوب واحد الانبوبين. تفضل يا دكتور سليمان. طيب اول حاجه اول نقطه دار انا اسيرها النقطه بتاعت العمر. يعني مثلا ليله انا ما تتعامل مع ست عمرها 32 28 ده موضوعكم مختلف تماما من واحد عمرها 38 40 سنه. فاي ست عمرها مثلا احنا ممكن نقول فوق ال 38 او 40 او كده ما في زمن، دي طوالي من بيتهم دغري تمشي على مركز الخصوبه، ما ضيع زمن في حته ثانيه لانه الزمن ما من الصالح. واذا لقينا الوظائف بتاعت المبيض والحياه كلها كويسه في الوقت الراهن بعد 6 شهور ما نقدر نضمن بيحصل شنو. فكسبا للوقت تمشي طوالي مركز الخصوبه. نعم. الستات اللي في الاعمار صغيره وكده ديل ممكن يمشي يقابلوا في الحتات الثانيه مثلا بتاعت العيادات وغيره 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 وبيمشوا في المسار الطبيعي. بعد ذاك اذا الامور ما ماشيه تمام تحول. اي ست عندها مشكله قبل كده او سمعت في عياده او في صوره من الصور بتاعتها انها عندها مشكله في الانبوب تمشي طوالي تتوجه الى مركز بتاع خصوبه. تمام. كويس؟ اي ست اخذت منشطات لمده فاتت 6 شهور ما حصل حمل تمشي في مركز بتاع خصوبه. اي عامل من الزوج فيه حيوانات منويه مثلا عددها بسيط، نحن عندنا العدد البسيط من 20 العدد الطبيعي من حي من 15 الى 20 مليون. اي حاجه اقل من ال 10 مليون كويس لازم يتم العلاج في مركز تاع خصوبه. اي فحص تاع سائل منوي لم توجد فيه حيوانات منويه ما في زول يقعد يضيع زمنه بعلاج، دي مشكله ما بتحلها علاجات ببلعوها والحقن بياخذوها ولا كده. دي بيكون علاجها بعينه من الفصيه بيتم بعديها حقن مجهري وغيره وغيره وغيره، عندها تبعات ثانيه كثيره. كويس؟ فالناس نحن دائما بنلقى بتلقى في مشكله بتاعت انه واحد مثلا عنده حيوانات منويه غير موجوده في حيوانات منويه. كويس؟ السائل المنوي تلقاه وعنده فحوصات له 4 5 سنين كويس؟ وده حاجه قاعده تتشاف طوالي صح؟ بتلقى انه هو شايل فحص بتاع السائل المنوي وحايم من حته لحته لحته بياخذ في علاجات. في حين انه الحاجه دي علاجه يعني بصوره واضحه ما في اي اختلاف ولا لبس بانه تتاخذ عينه من الخصيه وتطلع منها حيوانات منويه بتعمل دوره بتاع التنشيط بتعمل منها حقن مجهري. طيب ما في اي حاجه ثانيه غير كده. في ناس بيكونوا اللي هي الناس اللي عندهم الدوالي والحياه زي كده مثلا دي من العوامل بتاعت الذكوره وكده، وان كان في اخواننا طبعا اخصائيين ذكوره وكده عندهم حياه كثيره وابحاث كثيره وعندهم علاجات كثيره. كنا لنا حلقه معاهم. ايوه هذول ضروري انك انت برضه تجيبها تسمع منه وكده. نعم. لكن عموما دارين نتكلم عليه انه نسبه النجاح العمليه بتاعت الدوالي 20% ونسبه انه يحصل لك حمل من العمليه بتاعت حقن مجهري من 30 ل 40%. فيبقى النسبه اللي ممكن يكون فيها حياه كويسه نحاول نقول الناس ما لا هي مش انا انا يعني يمكن حديثي ما مصف في موضوع النسب، النسب لسه ما جيناها. طيب. انا انا يمكن سؤالي انت يعني منو من السيدات المفروض يجوكم انتم اخصائيين الخصوبه ديل، يعني منو من السيدات؟ في سيدات ممكن يواصلوا علاج عادي ويحملوا امورهم تكون تمام. تمام. اي ست اخذت منشط اكثر من 6 شهور في اي حته. نعم. كويس وما حصل لها حمل دي المفروض طوالي تيجي تقابل في مركز تاع الخصوبه، ده مختصر الكلام. طيب كويس. دكتور اسامه شنو هي الخيارات بتاعت الخصوبه المساعده؟ طيب جاتك سيده وقالوا لها انت والله يا اخي عندك مشكله في الانابيب الاثنين ما في طريقه انك تحملي. طيب كالاتي بس نقطتين اضافيات عطفا على كلام اخونا الدكتور سليمان. يا اخواننا اي ست او اي زوجين وانا اعتذر جدا عن اي ست لانه الاشكال ده هو اشكال بتاع زوجين ما اشكال بتاع ست ولا هو اشكال بتاع زوج. تمام. طيب اي زوجين عندهم في الفحوصات الاوليه اتضح لنا انه في قصور وخيم في خصائص السائل المنوي الموضوع ده يحتاج علاج على مستوى مركز بتاع خصوب. اي زوجين اتضح انه في مشكله على مستوى الانبوبه ده يتطلب علاج على مستوى مركز بتاع خصوب. اي زوجين عدوا اكثر من سنه وكل الفحوصات طلعت سليمه وزي ما قال اخذت الدوره بتاعت تنشيط بما فيه الكفايه يبقى تمشي على دوره تمشي على مركز بتاع خصوبه. طيب
نجي لسؤالك، الخيارات الموجودة أو المتاحة شنو في مراكز الخصوبة؟ على سبيل التبسيط في ثلاثة خيارات. الثلاثة خيارات دي مع شيء من التشعب، دي ثلاثة عناوين كبيرة موجودة في كل مراكز الخصوبة على مستوى العالم، ما في خيار رابع. طيب نختلف ونمشي شويه يمين، نمشي شويه شمال من الخيار الاول، نمشي يمين لكن خيارات ثابته. خيارات ثابته نعم. الخيار الاول حاجه اسمها تنظيم العلاقه الزوجيه. تنظيم علاقه زوجيه يعني شو؟ يعني نحن نوقت العلاقه الزوجيه مع مواعيد التبويض. طيب وده عندنا فيه سكتين، يا نمشي بالدوره الطبيعيه يعني ست ما نديها اي حاجه، تعالي يا ست في اليوم الخامس اليوم السادس نعمل لها مجاهد صوتية مهبلية، نشوف الكيس اللي بيحتوي على البويضة دي الفوليكل اللي هي حجمها كم، ونواصل معها تاتا تاتا لحد ما نحدد موعد التبويض، ندي حقنة تفجيرية عشان نحدد موعد التبويض نحن، وبعد كده نقول يا أخي والله العلاقة الزوجية تكون بعد 36 ساعة كويس أو بعد 36 ساعة من العلاقة الزوجية. نعم. أو ندي تنشيط عشان نزيد من فرص حدوث حمل شوية، بدل ما تكون عندنا بيضة تكون عندنا بيضتين أو ثلاثة. ده الخيار الأول. تنظيم علاقة زوجية. الكلام ده بيتطلب انه الانبوبه تكون فاتحه ما بيض شغال والسائل المنوي كويس وما بيض شغال، لانه لو في اي واحد مشكله في اثنين الخيار ده برا ما معنا. تمام. طيب الخيار الثاني هو تلقيح صناعي. تلقيح صناعي يعني شنو؟ يعني انه يا اخي انا في العلاقه الزوجيه الزوج بيغزف المهبل، بتنطلق الحيوانات المنويه دي من المهبل الى عنق الرحم الى الرحم الى الانبوب الى الثلث الاخير من الانبوب عشان تلاقي البيض عشان يحصل التقصيب. ده الشيء اللي بيحصل في الظروف الطبيعيه. في التلقيح الصناعي انا اللي بعمله بشيل السائل المنوي ده من الزوج، وبكون حددت مواعيد التبويض، عارف انه يا اخي والله التبويض ده حيكون الساعه 6 مساء مثلا. نعم. تمام. الزوج بيجي يديني عينه، بشيل العينه دي بيتفرز منها السائل برا. نعم. وبشيل الحيوانات المنويه السليمه، الحيوانات المنويه المتحركه بيتم لها معالجه بشكل معين، اضافه سوائل معينه بتزيد من حركتها. وبشيلها بقسطره معينه باخذها داخل تجويف الرحم. اذا عايز ابسط الكلام ده بيبقى دايما اقول للعيان للناس اللي بيجونا مثلا او لو داير اشبهها بقول لزول يا اخي والله انت زي المطالب انه انت تمشي من هنا لحد مدني ويكرعك. تمام. لقيتك انا يا اخي والله في تفتيش سوبه ده، قلت لك يا اخي والله انا من هنا حركبك اوصلك الحصحيصه وتم الباقي برجلك. يا اخي انت وفرت مروتك المشوار ده كله، فاضل لك 45 دقيقه لساعه مشوار بتمشي بالعربيه تم الباقي برجلك. ده هو اللي بيحصل، اللي هو انا بشيل السائل المنوي ده بدل ما كان في المهبل بوصله لحد الجزء الاخير من 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 من, من الرحم، واقول للحيوان المنوي ده يا اخي تم الباقي برك. اللي بيستفيد منه من الكلام ده هو الزول الى حد ما الزوج اللي عنده قصور بسيط في خصائص السائل المنوي. طيب. يعني حاجه دايره لذه. نعم. قصور بسيط على مستوى العدد، قصور بسيط على مستوى الحركه، زياده بسيطه ممكن تكون في نسبه الشهاد او ما شابه ذلك. قصور بسيط على مستوى الحركه، وبرضه هنا يتطلب انه الانبوب يكون فاتح، لانه اذا الانبوب مقفول كويس لو شلت السائل المنوي ده لو السائل المنوي ضربته في مليار برضه ما حسب. الخيار الثالث هو حقن مجهري واطفال انابيب. يبقى تنظيم علاقه زوجيه، تلقيح صناعي، حقن مجهري واطفال انابيب. حقن مجهري واطفال انابيب ده ذا لاست اوبشن، ده الخيار الاخير. طيب يعني شنو حقن مجهري؟ يعني اطفال انابيب. في مجمل القول الحقن المجهري واطفال الانابيب ده يعني اللقاء الكبير انا بتكلم عن الحيوان المنوي والبيضه بيتلاقوا في الثلث الاخير من الانبوبه، بيحصل التخصيب في الثلث الاخير من الانبوبه. لما نقول حقن مجهري واطفال انابيب يعني انا اشيل البيضه دي برا عندي في المعمل واجيب الحيوان المنوي من الزوج برا، يتم اللقاء ده خارج جسم الانسان، يتم التخصيب خارج جسم الانسان، ننتظر البيضه دي تتخصب خارج الجسم ويتكون جنين اشيله وارجعه الى داخل تجويف الرحم في اليوم الثاني او الثالث او الخامس. طيب الفرق بيناتهم ده فرق على مستوى المعمل، لكن ما فرق على مستوى العيان ولا على مستوى التكلفه. الفرق بين حقن مجهري واطفال انابيب. منو اللي المفروض يعمل يعني من الست؟ ما ممكن الست تجيك في العياده عملت لها الفحوصات اللي قلناها قبل، منو اللي عمل لها تلقيح صناعي؟ منو اللي عمل لها حقن مجهري؟ منو ده اللي بيحدده؟ منو اللي بيحدده؟ نتيجه الفحوصات اللي قلناها قبل. طيب كويس دكتور سليمان. عشان نمشي لصفحتنا على الفيسبوك، فيها مجموعه تعد بكميه من الاسئله. حاجتين، نسبه النجاح، كميه من السيدات مشيت المركز الفلاني والله دفعت قروشي وطلعت ما في حاجه، ده جزء. جزئيه ثانيه دار نسبه النجاح، وبتعتمد شنو نسبه النجاح على شنو برضه. والحاجه الثانيه حلال وحرام، لا زال الناس يتحدثون في انه والله يا اخي هذا الحقن المجهري ولا اطفال الانابيب، ومن غير درايه في انه والله حلال وحرام. اخوانا حلال وحرام دي اول حاجه انا هخليكم تجاوبوا عليها، لكن دي مختصه بها علماء يتفقهون في الدين ومن ثم يطلقوا الاحكام. ما نحن اللي بنطلق الاحكام، لكن نحن بنوري اخواننا انه كده واحد واثنين وثلاثه واربعه.
وبعدين طيب. زي ما بقول المؤمن يميز. تفضل. نسب النجاح دي بتعتمد على حاجات كثيره. نعم. نمره واحد العمر بتاع الست. الحاجه الثانيه المده بتاعه عدم الانجاب كانت لمده قدر كيف. الحاجه الثالثه هل قبل كده كان عندها حمل ولا لا؟ هل عندها اطفال قبل كده ولا لا؟ الحاجه الخامسه الوزن ذاته بتاع الست، يعني احنا دائما المشكله كبيره هنا في السودان هنا المشكله بتاعت الاوزان الزايده. الحاجه الثالثه السادسه ممكن نقول السبب الاساسي الممكن يكون هو للمؤدي الى موضوع تاخر الحمل، يعني عندنا مثلا الناس اكثر ناس عندهم نسبه نجاح كويسه يا اخواننا الناس عندهم مشكله في الانابيب. نعم. بعد كده الناس عندهم مشاكل في الموبايل، المشكله بتكون لما تكون في السائل المنوي، ديل ممكن يكون النسب بتاع النجاح اقل من الناس اللي عندهم مشاكل في الحياه. لا 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 لا، عشان كده نحن مثلا عندنا في حاجات من الحياه اللي نحن قلناها دي ممكن نغيرها. يعني احنا ما حنغير المشكله اللي عندها عند الست، مثلا انبوبه مقفول دي ما في اليد تتغير. نعم. صح؟ صحيح. العمر بتاعها ما في اليد تتغير، لكن الموضوع بتاع الوزن ده دي حاجه مهمه جدا جدا. قبيل انا كنت داري اشير لها لانه في الموضوع القبيل سيرناه في الاول بتاع التكيس على الموبايل. نعم. الواحد لما ترجع لوزنها الطبيعي نسبه 30% من الحالات بيحصل لهم حمل وهم قاعدين في البيت بدون ما يجوا ثاني لدكتور ولا كده. فعشان كده الموضوع بتاع الوزن ده يا اخواننا حاجه مهمه جدا جدا الناس دائما تخلي لها بالها. تمام. طيب الحكايه بتاعت حلال وحرام دي فيها افتاءات كثيره، وانه الموضوع بتاع الحقن المجهري او الحقن الصناعي او التلقيح الصناعي او استعمال المنشطات ده كله محلل وما فيه اي مشكله ولا فيه اي اختلافات. نعم. والكلام ده نحن ما بنفتي طبعا من ناحيه شرعيه ولا كده، لكن في الجهات كلها ممكن الناس يرجعوا لها ولا كده. ما فيها مشكله. دي ما فيها مشكله، وفي حاجه جديده اللي هو الموضوع بتاع البي جي دي والبي جي اس اللي هو ده الجندر اللي هو اختيار نوع المولود، ودي حاجه طبعا موجوده هنا في السودان. نحب نشير لها انه في ناس كثير بيفتكروا انها غير موجوده في السودان، لكن في وبتدعمت في بعض المراكز انه ممكن الواحده تختار، لكن الاختيار ده عنده ضوابط شرعيه معينه، يعني ما ممكن تكون الواحده تيجي تختار كلهم من نوع واحد. يعني الزوجين يجوا دارين مثلا اولاد بس او دارين بنات بس، لا. افتكر هي كان في الفتوى اللي هم كانوا طلعوها الا اذا كان في اربعه وخمسه من نفس النوع ممكن يعملوا الاختيار بتاع جنس المولود. طيب يمكن انا زماني باقي في خمسه دقائق. الحظ الما جميل انه البرنامج بقى زمنه ساعه بدل ساعه ونص، بقى زمنه ساعه، فباقي لنا تقريبا خمسة دقائق نخش على صفحتنا سريعا ونجاوب سريعا دكتور اسامه. طيب. في سؤال يمكن يعني يحير الكثيرين معاي، بقول لك انتشرت موضوع الاعشاب كثيرا، واصبحت كثير من السيدات بيمشوا لناس الاعشاب عشان ما يحاولوا انه يلقوا بديل ناجع في موضوع الولاده، وهم بيصوروا للناس انه والله اعشابهم دي هي القادره على انها تعمل انجاب. ردكم. تفضل دكتور اسامه سريعا عشان الحقيقه. والله يا اخي السؤال صعب. ما لم عشان نحن دمك نحن بنتكلم كلام علمي. نعم. وكلام موضوع مبني على ادله وبراهين. يس. ايفيدنس بيس. ايوه كويس. يعني انا والله يا اخي اقول لك يا اخي والله مثلا لنفترض يا اخي والله الحرجه اللي بيفتح الانبوبه. كويس. ما لم تجرى دراسه على بمواصفات محدده وتكون منشوره ويتقال انه يا اخي والله الحرجله ولا الحلبه ولا ايا كان بيفتح الانبوبه والكلام ده يكون منشور ومثبت، كويس. انا افتكر انه ده نوع من التضليل. عشان نكون مهذبين، عشان نكون كلامنا واضح، عشان احنا بنخاطب مجموعه من الناس عشان الكلام يبقى واضح. دكتور سلام تعليق سريع. انا بفتكر في موضوع الاعشاب دي موضوع بتاع نافع ولا ما نافع. موضوع بتاع الاعشاب ده انا بالنسبه لي كلها حاجات ما عندها اي اسس علميه ولا عندها اي ما في شيء مبني على برهان. واي زول عنده يجيب لي انا بحث علمي مسجل في مجله علميه. شكرا. تم نشرها. طيب عشان ادينا صفحتنا مروه البشير بتسال قالت اذا كانت الزوجه عندها تكيس مبايض ووزنها 65 وطولها 162 والزوج عنده لزوجه او لين في الحيوانات المنويه خمس سنين ما حصل حمل نهائي، العلاج شنو؟ طيب اذا كانت الدوره منتظمه الانبوبه فاتحه والدوره منتظمه انا افتكر محاوله بتاعت شهر او شهرين لتنظيم علاقه زوجيه في 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 عياده مع انزول عنده جهاز بتاع موجات صوتيه مهبليه ممكن يحل الموضوع ده. شهرين بالكثير بالسن بالزمن اللي قالته ده هي لسه ما قالت سنة. لا الزمن اللي قالته انه هي متزوجه لها خمس سنين خمس سنوات شهرين من تنظيم علاقه زوجيه اذا لم يحدث حمل يبقى ده ودورتها منتظمه ده تاخر حمل غير معلوم السبب ويبقى بعد الحل حقن مجهري واطفال انابيب. طيب اختنا بتسال قالت الحمل دكتور سليمان الحمل خارج الرحم هل يسبب عق وما هي اسبابه وهل يمكن العلاج منه وعلاج التهابات الحوض هل هي سبب في الحمل خارج الرحم؟
بعدك يمكن بقيه الاسئله جاوبنا على انه ده القطط له علاقه بالحمل خارجي الرحم. طيب الحقيقه انا احب اقولها طبعا الحمل خارجي الرحم والالتهابات، الالتهابات بتؤدي الى بعض الالتصاقات بتحصل مشاكل في الانابيب، واي التصاقات او التهابات بتخلي الانبوب ما يؤدي وظيفته بكفاءه، وده سبب مباشر والسبب الاساسي اللي انا يحصل حمل خارجي الرحم. ولما تيجي تتعامل العمليه سواء انه بتاعت حمل خارجي الرحم سواء انها اتعملت بعمليه بتاع استكشاف فتح بطن او بمنظار وكده، بتشال فيها غالبا الانبوب اللي بيكون كان في خارجي الرحم، وبنعاين كمان على الانبوب الثاني في الغالب بيكون برضه فيه بعض الالتصاقات. فعشان كده نحن دائما لما نقول واحده حصل لها حمل خارجي الرحم قبل كده ممكن يكون دي عرضه لانه يحصل لها برضه تاخير في الانجاب في المرات الجايه. طيب دكتور اسامه، سؤال من واحده من اخواتنا بتسال، قالت هي واحده من المتزوجات وبحلم بالامومه ولي سنتين ونص متزوجه عمرها 23 سنه ومشكلتك يوسف مبايض، هل من الممكن اعمل تلقيح صناعي علما لي سنتين بتعالج وباخذ منشطات؟ طيب كالاتي، الكلام اللي انا قبل داير اقوله، ست يا اخوانا قاعد تجيها دوره منتظمه، يعني عندها تبويض منتظم، تمام، عندها تبويض منتظم وباقي حاجاتها كويسه، انا افتكر جازما انه لا حول للتنشيط على الاطلاق. سنتين يعني 24 دوره شهريه، يعني 24 مره حصل فيها تبويض. اذا ما حصل وسائل منوي كويس وانبوبه كويسه، ما حصل حمل في الوقت ده، ما بتحلوا لك لما تيجي تديها حبه كلوميد عشان تطلع بيضتين، لانه طلعت 24 بيضه في قبل كده، قبل كده وما حصل، تمام. هلا شنو يبقى الست دي؟ اول حاجه الكلام ده بيعتمد على وزنها. انا افتكر انه الست دي تقابل دكتور عشان نشوف نديها كرت تقابلك دكتور اسامه. طيب دكتور سليمان، مشاعر بتسال قالت هل الحقن المجهري امن؟ سريعا، الحقن المجهري عمليه بيتم بها تنشيط في الاول وفق معايير وضوابط عشان نضمن الامان لاي ست. في كل المراكز امنه؟ كل المراكز امنه؟ اي حقن وتنشيط بيحصل في كل المراكز بالتاكيد لازم يكون فيه نوع من الامان. طيب يعني كل المراكز امنه دكتور اسامه؟ تعليقا، عشان في مراكز كميه من المراكز مفتوحه لموضوع الخصوبه، هل كل المراكز الموجوده ومفتوحه هي امنه؟ العمليه دي ببساطه يا دكتور وليد امنه جدا، العمليه دي بسيطه جدا، الاسم كبير. العمليه دي تقنيه ممكن تكون معقده شويه، بكل بساطه الست بتيجي من ثاني يوم دوره بتاخذ تنشيط على مستوى حبوب حقن عضل، حقن تحت الجلد، فتره بتتراوح ما بين من ثاني يوم دوره بتتراوح ما بين 10 ل 14 يوم زائد او ناقص يومين. خلال الفتره دي بتيجي زي 3-4 مرات بيتعمل لها فحص متابعه بالمويات الصوتيه، بتتحدد بتاخذ حقنه تفجيريه، بيحددوا لها مواعيد لسحب البويضات. سحب البويضات ده عباره عن عمليه بتاعت مويات صوتيه بسيطه، جهاز بتاع مويات صوتيه بيدخل عن طريق المهبل، بتاخذ الست عليه بنج خفيف وابره زي سنه القلم ده، بتشفط البيضه بتطلعه برا، بنشيل العينه بتاعت السائل المنوي من الزوج. بعد السحب ده الست باقل بساعه ممكن تمشي البيت، ما في اي مشكله، زمن انتهى. بس حاجه واحده انا اقول عن الامان بتاع الحقن المجهري، اللي هو نحن بس في حاجه واحده بنكون دائما خلينا بالنا، اللي هو ما يحصل تنشيط زياده عن اللزوم من المبيض، ده ممكن يعمل لنا بعض المشاكل، وده في اي مركز بتاع خصوبه يا اخواننا بيتم الكنترول عليه وفق معايير وبروتوكولات معروفه. طيب انا يمكن يعني زمن انتهى، لكن انا دايركم تدوا الساده المشاهدين وعد انه تجاوبوا لنا على كل الاسئله الموجوده على صفحتنا. يا ريت تاخذ لنا صفحتنا ثاني عشان دكتور سليمان ودكتور اسامه ممكن هم برضه موجودين في الفيسبوك يجاوبوا لنا على كل الاسئله الموجوده. جدا ما في مشكله. انا شاكر لكم جدا جدا وجودكم معنا دكتور سليمان عثمان استشاري امراض النساء والتوليد والخصوبه، شكرا جزيلا لك. ايضا شكرا جزيلا لدكتور اسامه اورو اخصائي امراض النساء والتوليد والخصوبة. شكرا جزيلا دكتور وليد وشكرا للسادة المشاهدين. نتمنى ان نكون قدمنا كبسولات خفيفة سريعة الهضم مقبولة لا مهضومة ان شاء الله باذن الله تعالى. شكرا جزيلا. انا شاكر لكم جدا وانت عزيزي المشاهد، نتمنى نكون قد وفقنا في ان نبسط موضوع الخصوبة، يمكن هو موضوع يعني هاجس بالنسبة للكثيرين، ونوعد السادة المشاهدين ان شاء الله حيكون عندنا حلقات وحلقات عن هذا الموضوع المهم والهام، الى ان نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل، في أمان الله. شكرا. هذا البرنامج برعاية الزرقاء لطب العيون.
هذا البرنامج برعاية